الصوت حرك وهتكافئ قصتي على المنطقة ازاي وايه التحديات الصعوبات اللي مريت بيها في حياتي وازاي جاء وقت كمان في التحول الوزداني وتخطيت كل المرحلة دي. هبتدي معاكم من طفولتي عشان وانا صغير قبل الحادثة الاقتصادية. أنا كنت من صغري كنت دايما بحب أشتغل مع والدي، كان دايما بيعتمد عليا في الشغل، كنت رياضي، كنت بلعب كاراتيه، كان معايا حزام اسود. وأول بطولة دخلتها دخلت فيها بطولة اكتسبتها، أول بطولة دخلتها اكتسبتها بس ما كنتش شاطر في دراستي، ما كنتش بحب المذاكرة، كنت يا دوبك أحب أنجح وخلاص، ولو كنت جبت درجة كويسة كنت عشان كنت خايف من النجوم والمدير، لكن ما كنتش أنا بحب المذاكرة. كانت دي حياتي، كنت بعتمد عليها في الشغل وأنا صغير، يعني في الماضي، ونظري الحق أنا كنت شاطر فيها، وكنت مبسوط بحياتي كده. وجيت وأنا في أواخر أولى ثانوي عملت حادثة. كان اللي يشوفني في السن ده وانا عندي حوالي 13-14 سنة يحس ان انا عندي 18-19 سنة. وكان حتى لو حد اتخلع في جسمي والرياضة اللي كنت بلعبها الشغل كان ثابت، كان بيخلي عقلي ثابت سنة. كان برضه لو حد اتخلع في شكلي ما كانش لما تكون معايا ما كانش يحس، لو اتخلع في شكلي وجاي يتكلم معايا ما كانش يحس ان انا برضه صغير، يعني ممكن واحد يكون شكله كبير بس لما تيجي تتكلم معاه تحس ان هو صغير، لا انا ما كنتش كده. وجيت في اواخر مثلا خلصت امتحان ورحت اتفسح مع اصحابي، واحنا في اولى ثانوي كان معايا واحد صاحبي معاه عربيه والده، ورحت اهزر مع اصحابي عادي مش كفاية إن أنا هتقول لي حاجة، ورحت قعدت على كبوت العربية بتاعت عربية صاحبي. صاحبي حب ينظر معايا نظرة تقيل شوية وراح ماشي جنبي من العربية. عمري ما كان حد يتخيل المصيبة اللي ممكن تحصل من مجرد هزار. ماشي بيا جامد بفضل مرة واحدة، رحت أنا واقع على كبوت العربية واقع جنبي، مكنتش حاسس بأي حاجة، كنت حاسس إن أنا عمال أتقلب شغل كده على الأرض ومش حاسس إيه اللي جوايا. فلما ثبت على الأرض لقيت نفسي مش قادر أقوم وأقف، كل ما أجي أرفع إيديا تروح إيديا أقع تاني. أصحابي يحاولوا يشيلوني، يحاولوا يوقفوني، يحاولوا يعملوا، يحاولوا معايا كل الطرق، لقيت نفسي مش بتحرك. وكان في دم بينزل مني، كنت متعور وكانت حالتي حالة، ومجرد الوقعة مع كنت جابوا لي الاسعاف شالوني ودوني على اقرب مستشفى. كل ما كنت فاكر ان انا بتدلع عشان خاطر اكسب تعاطف الناس معايا كده. الدكتور عمل لي اشعه على جسمي كله ما لقاش فيها اي حاجه. لا عم كله سليم. قال يا جماعه وقفوا، نزلوا رجله من على السرير وهو هيقف. نزلوا رجله من على نزلوا رجليا من على السرير وجيت افرت واقع واقع في خط فيلم واحد. عارفين العيال الصغير اللي نايم على السرير ما يقدرش يقف خالص؟ كنت انا عامل زيه، حتى ايديا مش قادر اتحرك. امي وابويا شافوا المنظر ده، وامي هي اول واحده قالت انا ابني كده مش بيندفع عليه ان في حاجه فعلا مش مظبوطه، انا مش همشي المستشفى غير لما اعرف انا فيها ايه. جابوا لي دكتور مخ واعصاب كشف عليا وعرف ان انا عندي حاجه في المخاع الشوكي. الواقعه دي عملت لي كسر في العمود الفقري، العمود في رقبتي كل ما الاصابه تبقى اعلى كل ما الجسم يتأثر أكتر في العمود الفقري. أنا جالي الكسر في رقبتي فأثر على جسمي كله. دخلت عملت عملية، قعدت كنت عملية 3 ساعات كده. وبعد العملية كان بقالي شهر نايم على السرير ما أقدرش إن أنا أتحرك خالص على الكرسي، ما أقدرش إن أنا أقعد حتى على كرسي أتحرك. وبعد أول أسبوع من العملية سافرت مركز متخصص كعلاج طبيعي لرعاية
مصري مفاشل. والدتي جت قعدت معايا سابت اخواتي، كان عندي ثلاث اخوات غير اختي ربنا يخليهم ليا ويخلي امي وامي. عانوا كلهم معايا بسبب الحادثه دي. والدتي جت قعدت معايا في القاهره سابتهم. والدي ما بقاش عارف ياخد منهم شغل، مش عارف يخلي باله من شغله ولا يجي يقعد معايا في القاهره يشوفني ولا يخلي باله من اخواتي. كانت ماساه بالنسبه لي وبالنسبه لاهلي. وعلى ما ابتدي في علاج الطبيعي اخدت كذا شهر عشان ان هي تبتدي تتحسن وان انا ابتدي احرك ايديا. وبعد 10 شهور كان للاسف لازم بعد ما اتاقلمت على القعده اللي انا فيها كان لازم يمشوا ناس كتيره من المستشفى لاسباب يعني لو طبعا خدت زعل. المهم مع قرروا ان هم يمشوني انا وناس تانيه من المستشفى اللي انا بتلقى فيها علاج وكده. ونزلت اسكندريه قعدت في مستشفى تانيه. نفسيتي كانت تعبانه جدا ونزلت الارض لان انا ما كنتش بقوم بستجيب للعلاج بعد ما كنت اتاقلمت على المستشفى ده. قبل ما انزل المستشفى اللي في مصر ما كنتش طبعا بذاكر من وقت امتحانات تانيه سنه. المدرسه بتاعتي كلمتني قالت لي حرامك سنه من عمرك تضيع على الفاضي لازم تبتدي تذاكر. وانا في مصر كنت بنزل كل اسبوع او اسبوعين اخد دروس وارجع تاني. طبعا ما كانش كفايه لان انا ما كنتش قادر اوفق ما بين المذاكره والعلاج. دخلت الامتحانات اول ما نزلت اسكندريه دخلت الامتحانات وما عملتش فيها كويس خالص وجبت مجموعه مش كويس قوي. وعلى ما ابتديت اتاقلم برضه في المستشفى اللي انا فيه في اسكندريه قعدت 7 شهور فيها. برضه قرروا ان انا مش هروح المستشفى. ما كانش في مكان ادخله غير اني ارجع للبيت تاني. وكانت من اصعب اللحظات كانت ان انا ادخل البيت وانا قاعد على كرسي التحرك. انا محمد اللي كنت بلعب كاراتيه وحكم الاسود وطويل وعميق ادخل بعض في وسط امي واخواتي على كرسي التحرك. الموضوع كان صعب جدا بالنسبه لي. خلصت ثالثه ثانوي في الوقت ده بنفس طريقه المذاكره. ونفس الاداء اللي كنت بعمله في الامتحانات. وابتديت في الكليه دخلت كليه خاصه. وكان لازم ان انا ادخل الكليه لازم احضر كليه خاصه يبقى لازم احضر. وكانت اصعب لحظه في حياتي ان انا ادخل الكليه وانا قاعد على كرسي متحرك. كنت حاسس ان انا محظوظ وما كانش عندي ثقه في نفسي. كنت تعبان نفسيا جدا. حاسس ان الناس كلها بتبص لي مش قادر اعمل اي حاجه. لازم حد يشوفني جوه الكليه. لازم حد هو مش قادر اعمل اي حاجه نفسي. وخلصت اولى كليه وانا برضه قليل جدا في المذاكره. خلصت اخدت كان الجي بي اي بتاعي كان معدل التحكم بتاعي 2.5. ما كانش كويس. انا بقالي سنتين ما بذاكرش في المدرسه ودخلت ثالث سنه اللي هي اول سنه في الكليه مذاكره ليا. مش بذاكر برضه. تعبت من كل حاجه. تعبت من عدم ثقتي في نفسي. تعبت من تعبي. عارفين لما الواحد من كتر ما هو تعبان تعب اكتر عقلك كان بيقول لي لا لازم تبتدي تغير من نفسك. اخدت حبه قرارات كده ما كانوش في نفس الوقت ان انا ابتدي اغير من نفسي فيه. وكان كله يقول لي لازم تبقى عندك اراده انك تعمل، لازم يبقى عندك اراده انك مش عارف ايه. وكان الامل في العلاج خلاص انتهى. كان كل الدكاتره انت هتمشي قدامك سنه وتمشي قدامك سنتين وتمشي سنه تعدي سنتين تعدي 3 سنين يا عم مفيش. اول قرار اخدته وانا في الكليه عشان ابتدي احسن من نفسي وابتدي ارجع الثقه في نفسي تاني ان انا ابتدي احسن من مذاكرتي. ده اول قرار اخدته وابتدي اذاكر زي اي حد. ما حسستش نفسي ان انا في فرق ما بيني وما بين اي حد من الناس اللي حواليا في موضوع المذاكره. ده اول قرار اخدته. تاني قرار اخدته كان يعتبر بعدين شويه ان انا اعتمد على نفسي في كل حاجه. انا والدتي ربنا يخليها ليا كانت هي اللي بتعمل لي كل حاجه. كانت تعبانه معايا كانت برضه مقصره من ناحيه اخواتي واحب اعتذر لاخواتي ومن ابويا وامي على المعاناه اللي شفتها بسببي وانا في مكاني ده. قررت ان انا اعتمد على نفسي في كل حاجه. وكانت خطوه مهمه. وعشان اوصل للدرجه دي قسمت امي 3 ايام. ما كنتش بكلم اي حد في البيت.
عشان خاطر اقدر اعتمد على نفسي، وكان عشان خاطر انزل الكليه الصبح لو باخد ساعه او ساعه ونص قبل المحاضره بقيت اصحى قبلها بساعتين او ساعتين ونص عشان خاطر اقدر البس بنفسي واجهز نفسي وافطاري. وكانت خطوه صعبه بس مهمه جدا، والحمد لله في ثلاث شهر او شهرين ما كنتش بطلب اي حاجه. ده تاني تحدي ادخله مع نفسي في الفترة دي. أول تحدي إن أنا ابتدي أذاكر وأحسن من مذاكرتي وما اهتمش ولا أبص للتعب اللي أنا فيه، وتاني حاجة إن أنا ابتدي أفهم ثقتي في نفسي على طريق إن أنا أعتمد على نفسي وما اعتمدش على حد. تالت قرار أخدته لما شفت المعاقين في أولمبياد لندن 2012 والإنجازات اللي وصلوها، قلت ليه ما كنتش واحد منهم كمان؟ وابتدي ارجع العب رياضه تاني. وفعلا الموضوع ما كانش محتاج غير ايه وكان القرار. فعلا يا جماعه النمل اللي بتبتدوا تغيروا نفسكم مش محتاج غير قرار بجد. هو قرار تاخد القرار بصدق وتبتدي فيه هتلاقي دخل في المز الصغير. كلمت مدرب الكاراتيه بتاعي بما ان هو يعني في الوسط الرياضي ومدلني على ناس اروح لهم ابتدي العب معاهم. دخلت ولعبت العاب قوه معاقين. كان المدرب بتاعي في العاب القوه كان مبسوط مني جدا بسرعه استجابتي في التمرينات. كان البدايه ابتدت تقوى، جسمي ابتدى يتحسن بعد ما كنت فشونة في الطفح من القعده والاكل. الرياضه ظبطتني الى حد كبير الحمد لله. خلصت الكليه في الوقت ده بمعدل التراكمي بتاعي الجي بي اي 3.2 بعد ما كان 2.5. لما كان 2.5 يعني جيد من المجنون، يعني كان ممكن اقع في مرتين ولا حاجه ابقى مقبول. اتخرجت من الكليه بجي بي اي 3.2 يعني جيد جدا قريب من الامتياز. ده كان اول معهد عامل في حياتي بعد ما كان بقالي حوالي 3 سنين ما بذاكرش. حبيت التعليم بعد ما اتخرجت. رابع قرار اخدته ان انا اكمل التعليم وابتدي اعمل MBA. هنا ابتديت احس ان انا فعلا مش ناقصني حاجه عن اي حد. اخدت الخطوه دي وخلصت اول سنه في الماجستير بتقدير امتياز، وباذن الله حاطط في دماغي ان انا اخلص الماجستير كله بتقدير امتياز. ده رابع حاجه اخدها بعد ما قررت ان انا اذاكر كويس، ان انا اعتمد على نفسي كل حاجه، ان انا ابتدي العب رياضه تاني. ورابع حاجه ان انا ابتدي اعمل ماجستير. خامس حاجه اخدتها، خامس قرار اخدته ان انا ارجع ابتدي الشغل مع والدي تاني. كان في الفترة الكام شهر اللي فاتوا دول كان والدي فعلا تعبان في الشغل بتاعه وكان محتاج حد يقف ورا ظهره. وبما اني كنت دارس بزنس ووالدي شغال في التجارة والتصنيع ف وقفت جنبه وقلت ان انا هشتغل معاه. الحمد لله حسيت ان انا دلوقتي شايل مسؤولية بعد ما زي ما انتوا قاعد في البيت بدور على علاج ضعيف مش قادر اعمل اي حاجه. اللي عايز اقوله يا جماعه الموضوع ده طبعا والدي دلوقتي ما ممكن يسيبني في الشغل ويقعد هو في البيت. مش مشكله انا مبسوط جدا ان انا فعلا احس ان انا شايل مسؤوليه. اللي عايز اقوله يا جماعه في معاقين كتير وفي مستخدمين كراسي متحركه كتير بيبقوا طاقه ان هم يبقوا طاقه نفسهم يفرقوا نفسهم يلاقوا فرصه ان هم ينجحوا في حياتهم. في اللي بيقدر ان هو يحقق طموح النجاح من نفسه زي ما الحمد لله ربنا كرمني واعتبر ان انا عملت كده. في اللي بيبقى محتاج حد يساعده ويشجعه ان هو يوصل للي هو عايزه. وفي اللي مش بيقدر يعمل اي حاجه خالص لان الظروف في البلد فعلا صعب وينسى اي حد يعمل اي حاجه. المفاجاه يا جماعه ان احنا كلنا معاقين. كلنا عندنا مشاكل بتعوقنا
ان احنا نوصل للي احنا عايزينه. الاعاقه مش شرط تبقى على الجسم المتحرك وبس. كل واحد عنده مشاكل، انا ممكن المشاكل تبقى ظاهره قدام الناس زي اللي حاصل لي كده، وممكن الاعاقه تبقى من جوه الناس نفسها وتبقى اكتر بكتير من ان الواحد يبقى قاعد على كرسي متحرك. انا اعرف ناس كتير، انا مش لوحدي قدرت اتخطى موضوع الاعاقه بتاعتي. اعرف ناس كتير، مهندسين ودكاتره ورجال اعمال بيشتغلوا وهم على الكرسي المتحرك بتاعهم. طب اما احنا عندنا في مصر في ناس ناجحه كده من الصعوبات اللي حواليها، يا ترى كانت العوامل تساعدهم اكتر كانوا هيوصلوا لايه ولا ايه؟ اكيد اكيد كانوا هيبقوا مختلفين جدا عن مجرد نظرتنا ليهم ان هم قاعدين على الكراسي المتحركه. صح ولا لا؟ صح يا ماما انتوا معايا ولا ايه؟ اهم حاجه ان احنا عارفين ايه اللي مساعدهم ان هم يتخطوا الاعاقه اللي عندهم، وان هم عقلهم سليم. كل واحد بيفكر بعقله. طالما عقلك سليم، الاعاقه مهما كانت اعاقه جسد او اعاقه مرض او الاعاقه ان انت يبقى عقلك هو اللي واقف. طالما عقلك سليم فانت ما عندكش اي مشكله. تقدر تتخطى كل المشاكل اللي حواليك. بس المشكله يعني محتاجين المشكله في المجتمع اللي يفهم ده ويقدر ده. اهم حاجه يبقى عندك حاجتين. اول حاجه الصبر والرضا عند الانتباه. انا الحمد لله وصلت للي انا عايزه، مش حاسس ان لو حد خيرني من قبل الحادثه دلوقتي هختار دلوقتي. بجد فعلا هختار دلوقتي. انا عارف ان انا على الاقل عند ربنا احسن. دي كفايه عندي. تاني حاجة تبقى عندك إن أنت هيبقى عندك إرادة وعزيمة إنك توصل للي أنت عايزه مهما كانت الصعوبات اللي بتقابلك في حياتك. أنا عندي إحساس من جوايا إرادة تخليني أطير من وسط الناس وأمسك في السماء بإيدي، ورغم إن مفيش عوامل حواليا تساعدني، بس بإذن الله هاخد فرصتي وأوصل لجوايا. أشكركم جدا جدا.